عاجل اقفلوا النوافذ، تحذير من هيئة الأرصاد بشأن الطقس، بننشر التفاصيل. وعاجل شعبة المخابز بتصدم المصريين، زيادة أسعار الخبز السياحي بداية من اليوم، وتصل ل40 جنيه إقرار رسوم النظافة الجديدة بشكل رسمي وتطبق غدا. وأمر عاجل من الرئيس السيسي الآن بإرسال طائرات لنقل المصريين بسبب أوكرانيا، وعاجلها ليصل سعر كيلو اللحمة 200 جنيه. أسباب ارتفاع أسعار اللحوم وهل تنخفض قريبا؟ سؤال وبننشره في التفاصيل. وفي مفاجأة كبرى في مصر، ولادة طفل بأربعة كلى، ننشر التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، واغلقوا النوافذ، تحذير من هيئة الأرصاد بشأن الطقس. كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية آخر تطورات حالة الطقس. قال إن مصر شهدت منخفضا جويا أقرب لملامح الطقس الخماسين، قادم من الصحراء الشرقية من ليبيا وامتد للصحراء الغربية، وتحول لرياح جنوبية غربية مثيرة للأتربة تأثرت بها كافة محافظات الجمهورية وتسبب في ارتفاع درجات الحرارة. وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس حديدي، وقال إن المنخفض كان سريعا في تحركه وهو الآن في أقصى شرق مصر وباقي محافظات الجمهورية، متأثرة الآن برياح شمالية غربية قادمة، وتوقع استقرار الطقس قبل فجر اليوم وأن تبلغ العظمى في القاهرة 23 درجة مئوية أقل من اليوم بنحو 6 درجات مئوية، والصغرى لهذه الليلة ستكون ما بين 12 ل 13 درجة. ووجه رسالة تحذير للجماهير بتوخي الحذر في قرار ارتداء الملابس الصيفية، وقال بلاش تاخدوا القرار ده، فصل الشتاء لم ينتهي بعد، حيث سينتهي في 21 مارس فلكيا، وممكن يعني يكون في رياح محملة بالأتربة، فيجب ان احنا ناخد بالنا من هذا الامر. المصدر معانا كان من صحيفة المصري اليوم، واترك لحضراتكم التعليق وخلوا بالكم من نفسكم. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وعاجل شعبة المخابز بتصدم المصريين، زيادة اسعار الخبز السياحي بداية من اليوم. قال رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة ان اسعار الدقيق والخبز السياحي شهدت زيادة بداية من اليوم تأثرا بما يحدث في العالم بين روسيا واوكرانيا. شدد على انه لم يتم المساس باسعار الخبز المدعم نهائيا، وقال خلال مداخلة هاتفية على صدى البلد ان الخبز السياحي يخضع للعرض والطلب بناء على اسعار السوق، وتابع عطية حمادة ان في البعض من ينتظر حدوث ازمات من اجل التربح من ورائها. طالب البنك المركزي بمراجعة الدقيق الذي تم استيراده قبل الحرب، مطالبا من البنك المركزي بمراجعة الدقيق الذي تم استيراده قبل الأزمة الروسية الأوكرانية ومتابعة أين ذهبت. واستطرد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة المتعهدين والمستوردين والتجار بعدم استغلال الأزمة مع ضرورة تكثيف الرقابة على المتعهدين والمستوردين لمنع احتكاره. وكشف عطية حمادة أن سعر طن الدقيق السياحي كان 9000 جنيه والآن أصبح 12000 جنيه، وقال أنه لابد من إيقاف تصدير الدقيق لمواجهة ارتفاع الأسعار. ووضح أن هناك بورصة للدقيق السياحي لكنها غير خاضعة للرقابة التمويلية، كما أنه لابد من تقديم برامج توعوية لأصحاب المخابز لمنع استغلال الأزمة وزيادة أسعار الخبز. فهنا نعرف إيه من الخبر ده؟ نعرف ان اسعار الخبز السياحي اتضربت في 2. يعني ايه؟ يعني مثلا رغيف الفينو كان بنص جنيه، دلوقتي بقى بجنيه. هتقولي ليه؟ هقول لحضرتك، لان ده تبع المخابز السياحية، مش خاضع للدولة او خاضع لرقابة الدولة، هو خاضع لمسألة العرض والطلب ما بين التاجر والزبون. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، والمصدر ايضا كان معانا من المصري اليوم.
ننتقل مع بعض لخبر آخر وفي منتهى الأهمية، وتصل ل 40 جنيه إقرار رسوم النظافة الجديدة بشكل رسمي وتطبق غدا. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا، نص هذا القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية إقرار رسوم النظافة الجديدة واللي بتصل ل 40 جنيه للشقق السكنية مع ربط تحديد القيمة بشرائح استهلاك الكهرباء. إجراءات تحصيل رسوم النظافة الجديدة، وجاء قرار مذيلا بملحق رقم 14 نص على إجراءات تحصيل الرسوم وأسس تحديد الجهات الملزمة بسدادها. يتم تحصيل الرسوم الشهرية للإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة لجهة الإدارة أو من ينوب عنها من القطاع العام أو الخاص. لتحصيل هذه الرسوم يجوز أن يكون التحصيل مباشرا مقابل فواتير مقدمة من الجهة الإدارية، أو يتم إلكترونيا عن طريق الربط الرقمي بين المنشأة والجهة الإدارية. هنتكلم عن رسوم النظافة للشقق السكنية لأنها تهمنا، ويتم تحصيل رسوم شهرية من جنيهين إلى 40 جنيه شهري. يتم الاسترشاد بمعدلات استهلاك الكهرباء عند تحديد الفئات. هنتكلم عن الوحدات التجارية، ويتم تحصيل رسوم شهرية من 30 جنيه ل 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقرا لأنشطة المهن والأعمال الحرة. المصدر معانا كامل المصري اليوم. إذا هنعرف إن رسوم النظافة الجديدة هتكون للشقق السكنية من 2 جنيه ل 40 جنيه، وللأعمال التجارية أو مقار المهن الحرة والأعمال الحرفية من 30 جنيه ل 100 جنيه. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وأمر عاجل من الرئيس السيسي الآن بإرسال طائرات لنقل المصريين بسبب أوكرانيا، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة. صرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم مساء اليوم إقلاع طائرتين تابعتين لشركة إير كايرو متوجهين لبولندا ليعود على متنها إلى أرض الوطن الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية. المصدر معنا كان من صحيفة اليوم السابع، وبترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبرضه بيمس الاقتصاد المصري ومهم جدا وبيمس المواطن المصري، وعاجل. هل يصل سعر كيلو اللحمة 200 جنيه؟ أسباب ارتفاع اللحوم وهل تنخفض قريبا؟ وتعتبر اللحوم البلدي والحمراء من السلع الأكثر استهلاكا لدى المصريين والتي يفضلها الكثير من المواطنين على الموائد اليومية. وتشهد أسواق اللحوم في الوقت الحاضر ارتفاع في أسعار اللحوم بشكل سريع، خاصة خلال الأيام الفائتة مع الحديث عن زيادة في أسعار أكثر من سلعة حول العالم وليس مصر فحسب بسبب الأزمة في الشرق. أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم للبلدي والكندوز متوسط من 140 ل 170 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو الضاني ب 150 و 170 جنيه. إما أسعار اللحوم الجملي فسجلت ما بين 100 ل 130 جنيه للكيلو، وسعر اللحوم المفرومة البلدي من 140 ل 170 جنيه للكيلو، والكبدة ما بين 130 ل 160 جنيه للكيلو. طيب عاوزين نعرف هل سيصل سعر الكيلو ل 200 جنيه ولا لأ؟ باتت هناك تخوفات من زيادة أسعار اللحوم لتقترب من 200 جنيه، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم وزيادة الطلب على اللحوم البلدي. ومن جانبه قلل مصدر بوزارة الزراعة من هذا التخوف خلال تصريحات لموقع صدى البلد، حيث قال إن وزارة الزراعة تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار أسعار اللحوم بالأسواق، كما أن هناك إجراءات للسيطرة على ارتفاع أسعار اللحوم. عاوزين نعرف مصر يعني بتستهلك قد إيه من اللحوم؟ وفقا لتقرير صادر عن قطاع الثروة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة تاريخ ديسمبر 2020، بلغ معدل استهلاك مصر من اللحوم الحمراء 900 ألف طن سنويا، موزعة ما بين 430 ألف طن مستورد و 470 ألف طن تم إنتاجه محليا. المصدر معانا كان من صدى البلد، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا مصدر في وزارة الزراعة قال لصحيفة صدى البلد إنه يعني قلل من التخوفات من زيادة أسعار اللحوم، وإن سعر اللحوم يعني صعب انها توصل ل 200 جنيه
أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي مفاجأة كبرى في مصر، ولادة طفل بأربعة كلى. أنشر التفاصيل الآن. وأفادت مصادر طبية بمستشفى العريش العام المصري بأنه تم استقبال رضيع يبلغ من العمر 4 شهور كان يعاني من أعراض مرضية. بالكشف عليه تبين أنه بأربعة كلية. وأوضحت المصادر أنه تم اكتشاف حالة الطفل بعد أن عانى حالة إعياء استدعت نقله للمستشفى. المصادر تابعت وقالت أن الطفل حاليا بقسم العناية المركزة تحت إشراف طبي لحين قرار الأطباء بالكشف عليه مجددا وتحديد حالته المرضية ومدى حاجته للتدخل الجراحي. مصدر معانا كامل اليوم السابع، طبعا نقول سبحان الله على هذا الطفل الرضيع. ننتقل مع بعض الخبر آخر في منتهى الأهمية، ورسالة هامة للمواطنين بخصوص الذهب بعد ارتفاع أسعاره. قال رئيس شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إيهاب واصف إن أداء بورصات المعدن الأصفر على مدار الشهر الماضي قد شهد ارتفاعات كبيرة على مستوى العالم. وأضاف واصف أن سوق الذهب العالمية قد تأثرت بشدة بسبب الأحداث في أوكرانيا وصعدت بنسب كبيرة ليقترب سعر الأوقية من 2000 دولار، كما يرى أن الاستثمار في الذهب لا يزال هو الملاذ الآمن خاصة وسط أجواء عدم الاستقرار التي يمر بها العالم. وفسر واصف الارتفاعات التي شهدها سعر جرام الذهب على مدار أيام الأزمة الروسية 11 بإقبال غير مسبوق على شرائه من البورصات العالمية بضغوط وتخوفات المستثمرين من التقلبات الشديدة للأسواق، كما أكد على أن الفرصة لا تزال متاحة للجميع في الوقت الحالي للاستثمار في الذهب، متوقع مزيدا من الصعود خلال الفترة المقبلة. وتابع الأمر يتوقف أيضا على مدى توافر السيولة، فطالما هناك مدخرات أنصح بالشراء لا البيع رغم مواصلة أسعار الذهب الصعود، وذلك لأنه لا يزال الوقت المناسب للشراء وموجة الارتفاعات لم تنتهي بعد. وكشف واصف أن السوق العالمية بانتظار موجات صعود جديدة لأسعار الذهب، حيث يرى أنه لا يزال هناك إقبال على الشراء بغرض الاستثمار أكثر منه شراء استهلاكي ولم يتشبع بعد. كما توجه بالنصح لصغار المدخرين احذروا البيع إلا عند الضرورة، شدد على ربحية عمليات الشراء في الوقت الحالي المدفوعة بحركة الشراء المستمرة. لا يزال هناك إقبال كبير على شراء الذهب وسط ارتفاع الأسعار، وسعر الفائدة سيحسم الأمر. المصدر معانا كان من صحيفة الوطن المصرية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم، ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي بي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.